لماذا يرفض حلفاء إيران تأجيل الانتخابات؟ هل هناك اجتماعات مكثفة لاختيار رئيس للبرلمان؟ فيما يخص التسابق على إجراء الانتخابات المحلية، نعم هنالك بعض القوى التي ترغب في إجراء تلك الانتخابات بالوقت المحدد لغرض الحصول على المكاسب والمغانم الوظيفية في المحافظات، ولا سيما المحافظات الجنوبية، مستغلين في ذلك غياب التيار الصدري. ولكن أعتقد أن إذا كان هنالك عقلاء، على العقلاء أن ينظروا بنظرة أخرى لما يجري في الشارع وما أعلن به السيد مقتدى الصدر لأتباعه: عليكم بالمقاطعة، لأن المقاطعة تفرحني والمشاركة في الانتخابات تحزنني وإن كنت ميتا. فأعتقد على العقلاء أنهم ينظروا لذلك وأن يقوموا بترحيل تلك الانتخابات إلى السنة 2024 حفاظا على المكتب السياسي الموجود حاليا والهدوء النسبي. نعم سيدتي. نعم، يعني أستاذ غني، أنت مع إجراء الانتخابات في موعدها المحدد أم مع التأجيل؟ لا، إذا تأخذين رأيي بصفة شخصية، أنا سبق وأن تحدثت من خلال قناتكم وقنوات أخرى منذ 6 أشهر، قلت هذه الانتخابات من الأرجح أن لا تجرى في هذا الموعد وعلى الآخرين أن يتفقوا مع التيار الصدري، وكانت لدي معطيات عديدة في عدم إجراء هذه الانتخابات. طيب أستاذ غني، في ما يخص الشطر الآخر من السؤال، رد إجراء هذه الانتخابات، عذرا، فيما يخص الشطر الثاني من السؤال، يعني هل هناك اجتماعات مكثفة لاختيار رئيس للبرلمان؟ شوفي سيدتي، دعيني أتطرق في قبل الإجابة على سؤالك، أقول لك أولا أنا ليست برجل قانون وإنما أنا متحدث بالشأن السياسي. اثنين، كل ما يصدر من السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية هو محترم وواجب التنفيذ. ثلاثة، لا أعتقد أن الإجراء الذي اتخذ بحق السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب السابق انتهى لهذا الحد، ولا زال أمام الرجل فرصة كبيرة في تقديم الطعون وأبواب المحاكم مفتوحة. نعم تأخذ من الوقت ولكن الأبواب مفتوحة، وأعتقد أن الرجل اليوم لا يهمه العودة إلى البرلمان أو يهمه أن يكون نائب العفو رئيس مجلس النواب بقدر ما يهمه أن ينفي هذه التهمة عنه، وهو صرح ليلة أمس أنه يحترم القانون والقضاء وسوف يتجه إلى المحاكم لتقديم ثبوتات.